باج فيسبوك راديو كاب اف ام. الو سهلا، مرحبا من جديد. كابوتشينو مواصلة معاكم على كاب اف ام. سيد علي يعطيك صحة، ونواصلوا مع مهدي مناعي وسفيان بن فرحات في التحليل لأهم ما يهم البلاد. كنا نحكيه على انتاج الفوسفات اللي هو ينجم يخلق الثروة، وكان من المنتظر انه سنة 23-24 اللي مش نرجعوا للثنية ونرجعوا انه عارفين انه الاسواق العالمية اللي هو خاصة طلب كبير والكاليتي بتاع تونس اللي ما هيش موجودة، وقدامنا دي كونكورون بيان ايفيدامون اللي فكون المرشيات جيرانا مش بعاد علينا برشا. شو اللي مش ماشي اليوم؟ ما نعرفش في لا لا سامحني، السنه 2023 ماشي، تقول لي 5.6 ماشي. انا اعطيك الارقام، ارقام الفوسفات في تونس شنية. الفوسفات في تونس عندنا 900 مليون طنلاتا متاكدين منها موجوده، وعندنا 6 مليار دويت طنلاتا مانيش متاكدين منها. كان نتجو 9 مليون طن بالمتأكدين منه ناخدو 100 سنة انتاج، كان بالبروبابل ناخدو 1000 سنة. المنطقة البسامينية معناها الحوض المنجمي اللي هو رديف والعرايش والمنطوي والمزينة 800 مليون طنات، مكناش سيدي بوزيد 100 مليون طنات، نفطة توزر 260 مليون طنات، سراورتين 500 مليون طنات. عنا رئيس حكومة متاعنا السابقة على نجلة بودن نهار في لقاء دولي ترمى عليها واحد، قالت له مش بيه، قال لها ذاك من بنغلاديش، قال لها بارك الله فيك. التريبل سوبر فوسفات تي اس بي اللي هو تونس اول مصدر عالمي نتاعو، نوصلوا حتى مليار مليون طن، مليون طن، وهذايا يتباع البرازيل اللي وكذلك ايران وفي البنغلاديش. المثال تاخو البرازيل ياخو 200,000 طنات، 300,000 طنات تاخذوا ايران، البنغلاديش كيف كيف ياخو 50% من احتياجاته من التي اس بي. كي تقول لي لو 5.6 تعرف ولا 5.6 من المنتظر انه 23، اما مازلنا ما وصلناش 5.6 راهو، احنا مازلنا ما وصلناش 5.6. عملنا 1 مليون طن بربي ايش تحب تقول يا توا، نقول لك عاملين 5.6، قول لي منتظر وما منتظر وما وصلناش يا ودي. لو كنا في 3.8 تو فاهم انت القيمه نتاعو، تعرف التونات قال لك مليون ونص، تعرف اللي انت كي تعمل 5.6 مليون طن تعرف قداش الدخل؟ 9 مليار دينار. وتقول لي منتظر مش منتظر؟ اللي طالبهم من صندوق النقد الدولي يا ولدي اكثر من تي من صندوق النقد الدولي. يعني بكل صراحه انا مانيش فاهم، لما نعملوا نقولوا اي لكن كل نجم نعملوا خير، لما ما نعملوش بربي بربي راهو نطيحوا في الماء في الكابله. التونس ما عادش حاب يخدم. يعني قلت لك تعرف انا بنتي اش قالت لي؟ بنتي تام سينما قالت لي بابا نسمعكم تحكيو في الواحد، قلت كان جيت بوعايله ننتحر. ماش يعمل التونسي كي يجي تقول له لا ما سمع شيء؟ يبدا هو عامل 5.6 مليون طنات في الفوسفات، واحنا نقولوا لا وش هو؟ من المنطقة مازلنا ما وصلناش 5.6. يا اخي شنو اللي عدل؟ بالله نكون معك واضح. تو انت كي تقول باش ننتجوا مليون لتر حليب، مو سولون لاشين دو برودكسيون نتاعك انت معدل انتاجك، تعرف روحك اللي في ديسمبر باش تعمل مليون لتر حليب انت كمعمل تحليب مثال. يعني كي يقولوا مازلنا ماشي ارقام راهو مربوطه كيما السياحه باسكو يجيو السياح او يصير حدث، هذا انتاج قاعد يمشي على روحه. شوف خويا خلينا نكون واضحين بعض، لي دو بلو غروند مامال ايكونوميك تاع تونس معناها اللي يجيبونا في العمله اكثر حاجه هما كانوا الفوسفات والسياحه، هذوما اهم حاجه، وبعدهم قطاع النسيج اللي هو زاد من اكبر القطاعات يعني اللي كانت تجيب لنا معناها العمله الصعبه. اليوم الحمد لله تعافت هذه القطاعات، اليوم ما عادش عندك مشكل، السياحه رجعت. سيترودي تقول تعافت راهو يا مهدي يا مين سيترو دو سيفو دو دير كو سي با لم تتعافى معناها. خلينا نكونوا واضحين، انت يا فما انت شو مازلت في راك في سبتمبر مازال ثلاث شهور، نحن ديسمبر عادش في تونس، نعيشوا في تونس يا ودي. شو تعيش في تونس معناها لازمك تخرج 40 وتين مسكر. لحظة عاد لحظة لحظة ليلة شوف هذه نتخنى في رقة تو نتخنى في تفاصيل أخرى وإعادة هيكلة قطاع السياحة، هذا حديث آخر. أنا نتحدث على تو دوكيباسيون، نسبة الإشغال في النزول اللي تخت اللي مسكر عليه روحه. قداش عندك من سائح تخلل تونس جاب معاه
عمله صعبه لتونس اصرفها في تونس. هذا اللي تحكيه راه السياحه ما تحدش بارقام النزول المسكره ولا المحلول. انا عندي ارقام نتاع عدد سياح دخل لتونس جاب معاه. تحكي اللي دخلوا من المعابر الحدوديه ولا تحكي على بصفه عامه انت قداش عندك من ديفيز دخل تصرف في تونس؟ فهمني راهو حتى كتاب تحكيك حتى المؤتمرات راهي فما سياحه اسمها سياحه المؤتمرات راهو فما يجي على كونفرنس ثلاثة ايام يصرف 200 يورو 300 يورو هذيك داخل لا موجودين. على كل حال موجوده سياحه المؤتمرات وسياحه المهرجانات الدوليه اللي يجي كيما تاع الاوركسترا السيمفوني يا اخي مثال هذوك مول فرق السيمفونيه العالميه اللي بيجيك لتونس هم يعتبروا سياحين. معناها ما تدخلوش في التفاصيل هذه. نقطه فقط خلينا نوضح لك انت اهم اعمده الاقتصاد التونسي الجالبه للعمله الصعبه هما الفوسفات السياحة والقطاعات المعمليه بينها النسيج وقطاع تركيب السيارات معناها صناعه قطاع غيار السيارات وغيره اللي نصدروا فيه يعني على كل حال اليوم قاعده تسترجع في مكانتها كي تحث على السياحه. انت اليوم تتحث على التوريزم دو كروازير اللي عمل لك 200,000 انشيف ما عملتوش في 2016 عندك منين قاعده تجيب في الموارد؟ ها وشو المشكل تو يلزم تثمين هالموارد اللي قاعد تجيب فيها يلزمها تمشي في البلاصه الصحيحه. ما ثم نقطه اخرى مهمه راه الصلح الجزائي باش يكون معك واضح الدوله مشيت له راه والمستثمر والناس مش هم يقول بشكل مترجل عملته لي عامة كل من تورط قبل 2011 في منظومة فساد من أجل كسب الغير المشروع راهو باش يجيه الصلح الجزائي يجي هذا مورد من الموارد الأخرى راهو لحد الآن الدولة ما زالت ماشية في منطق كيش يقولوا فيها أي أما لو توا كلام التساؤلات متاع أمين فاش باهي لأنه بايزم كان تاخو قطاع نسيج أما تفكر كما نقولها شهيرة متاع العلم وهوالي بوميدي وخلف الجزائريين قال يزيدوا بلا فانتازيه. قال الشعب التونسي عمل لنا 5 مليار دينار من الصناعات المعمليه اكثر من تعملوا فيه بوتفليقه العلم اكثر. احنا عندنا سوز يوتيليزاسيون دي ريسورس مانيفاكتوري يعني ماناش قاعدين نستعملوا 100% الطاقات الصناعيه نتاعنا في التكستيل. وها نقول لك عليه لانه اتحاد الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه انا باش نمشي نقيد نادله ونبدل اسمه اتحاد التجاره. تلقى صناعي في التكستيل يمشي يجيب انساني تركيا تبيع التكستيل الدقدق في الخدمه نتاعو ولا تجار رجل الكومبلادور اللي يبيع ويجري تعرف كومبلادور كله برتغالي هو يبيع ويجري عامل كونتور ويبيع هاي خويا تحب الجريد هاي تحب فريقه هاي تحب كذا هاي نعطيك ويعطيه قاعدين فهمتي نحكي على المصدر كليا دونك اليوم بكل صراحه نجموا نستغلوا اقوى السياحه نجموا نستغلوا خير لانه زاد نوعيه جديده من السياحه اما بربي يزيونا من مقولة تونس هويت وتونس انتهت وتونس تلاشات وما عملنا حد شيء اما التونسي لو الخطاب هذاك يخليه تعرف واحد نعرف حجام هو من قليبيا نهاري حجام لي فشاني قال شفيان شفت صور في التلفزه ما لقيتش قلت له قال لك الفلوس كل عمليه البيضاء الرماديه الخاطئه اللي عملوها قالوا هذه الفلوس من عني مخبي هذاك الكل قال لي ما لقيتش مسكين يخدم وحده نهار وليل يزبط قال لي ما لقيتش مصر راهو اليوم حاير في ستيك حليب وانت تجي تقول له راهو فلان عنده كذا وكذا اليوم بكل صراحه ماناش معناها نقولوا ليس بالامكان افضل من مكان بانغلوس توتي بور لو ميو دون ميور دو موند بوسيبل لكن كذلك ما نقولوش بالثما حد لا سي سفيان احنا مش كل راهو تونس ولا الجنه لا 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 خلينا نوضح ما نقولوش بالثما حد كان ينتظر من سقوط تونس اقتصاديا ما صارش مصلحته قالوا انهيار ما صالح وراها نو فما يا اخي مش المرزوقي منصف المرزوقي قال انا مشيت وكان لي الشرف اني عملت مجهود اقصى مجهوداتي باش نمنع القمه الفرنكوفونيه في جربه لا رتبه لك خويا عندك ناس هنا ما دام ماهمش في الحكم مستعدين يبركوا البلاد ويحرقوها يا نحكموكم يا نقتلوكم اما فما ناس خارج فما ناس راهن فما ناس راهنت وفرحت وقت اللي ما صحناش مع صندوق نقد دولي يسخايلوا فيه نقطة ضعف لا عاد المواقف موجودة راهو التاريخ يسجل فما حتى التدوينات الفيسبوكية والتو مسجلها مكبترها هنا العباد توانسه يتناجدوا في التعال صندوق نقد دولي باش ما يمضيوش معانا فما ناس عندهم موقف من الجزائر لان الجزائر وقفت مع تونس في عديد المحنات اللي تعدي ناس ما ياخذوا موقف من الجزائر معناها دوله تعاون في دوله فعود نحن نشكروا مجهودات الدول هذه ونثمنوها لا عم ياخذين موقف سياسي شوف اما رد بالك لانه بالنسبه لي هو باش يا اخي ما قالش الغنوشي ننتظر تلاقي الشارع الاجتماعي مع الشارع السياسي في الاحتجاجات
ما قالش غنوشي قال توا بتجي احتجاجات اجتماعيه وسيتلاقى الشارعين الاجتماعي والاحتجاج يحبوها تبرك ويحبوا الناس تخوض باش يرجعوا هما يسخيلوا الحكم. هذه احلامهم الورديه. هو خاطر توا مثال توا فضل عبد الكافي يقدم نقد ويقدم بديل محترم عنده موقف وتحمل مسؤوليه في الدوله في الوزاره وغيره. مقتل ظن المصمودي قال الامريكان ما تعطيوش تلقيح لتوانسة. انا قلت لك ما وقفهم مسجلة. ما وقفهم مسجلة. مش كيف كيف. ما وقفهم مسجلة. مرزوقي قال انا كنت هامت باش ما نعملوش قمة بروكوفونية. علامة عليه من اهمية بالنسبة لتوانسة. مهدي فما ناس هذا هو. انا مهم كلامك يا سي مهدي. مهم كلامك. احنا الناس اللي تحب تضر هالبلاد مهما كان بلاصه ربي معاه. هذاك خيانة عظمى. شو ربي معاه؟ نحن ضد ربي معاه. اما زاد اعطى مثال سفيان. اما زاد الساحه السياسيه نجم نختلف في الرؤى ولكن زاد انا في بلادي نعيش هنا غاردي لهنا شو نجم نختلف مع مادي والاختلاف لا تختلف معايا تختلف معايا مش معناها تختلف معايا انسان مثلا فما فرق ما نحفوش مع الوطن فما فرق بين طرح معارضه وسياسه واختلاف وجهه نظر وبين ثقافه مؤامره من انك تسقط دوله كامله في سبيل عودتك انت للحكم. الناس هذه يا سيدي راهي ماهيش مراهنه على انه تونس معناها باش ندخلوا في حراك سياسي ولا في لا 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 رد بالك يضربوا في العظم. احنا كي تحدثنا على ان تونس لاباس مش معناها تونس تحسنت اوضاعنا والمواطن التونسي فهمني ولا في يعيش في رفاهية لا، لكن بمقارنه بالمؤامرات والدسائس اللي كانت محاكه ضد تونس من اجل انهيار تونس تماما اقتصاديا واجتماعيا الحمد لله تجاوزنا الازمه. انا في وقت من الاوقات حكومه بوتين يا مهدي لا الحمد لله تجاوزنا ازمه السقوط يا ودي كان يحكي لك على الافلاس يا يمين الناس تقول لك مشي نادي باريس قداش من خبير اقتصادي تونس لن تسقط ابدا قداش من خبير اقتصادي يطلع حد يقول نادي باريس ويهدوا فينا من نادي باريس تونس اكبر من يا ودي تونس اكبر من الجميع ماكش يهمني انا في مراهنت هالناس هذوما هالمرتزقه العملاء اللي ترانوا وانه شوف عملوا كل شيء شوف صحيح فما ازمه ماليه تخليك ما تنجمش توفر المواد الاساسيه لكن زاد فما سياسه في مسالك التوزيع تعتمد بالعاني من اجل قطع المواد الاوليه والاساسيه. الدوله عندها طرف لكن فما بعض الوحد اللوبيات اللي قاعده تخدم في الاتجاه هذا. جميع المؤامرات من اجل انها تونس تنهار اقتصاديا حيكت ضد البلاد هذه والحمد لله ربي يسترنا والحمد لله ربي يسترنا. يعني احنا كي نقولوا توا نقولوا الحمد لله انا علاش ما رفضت حتى على حكومه بودن عندي عليها عديد المؤاخذات لكن في الظروف اللي كانت فيها لو فيت دو جيري لو كوتيديان سيتان تو تسمى حاجه بار اكسيلون تسمى حاجه طياره ياسر. خلينا وبالتالي خويا الغالي نختتم كلامي تونس اليوم شو يصير هو المرض اذا ما قتلكش يقويك ويعمل لك مناعه باش تعاود تقوى. احنا الحمد لله مؤامراتهم وجميع معناها دسايسهم ما بركتش البلاد هذه تو ماهيش باش تموت دونك تو المناعه نتاعها تقوى ونشوفوا بعضنا في 2024 2025 البلاد هذيك باش تولي بحول الله. ورانا راهو الانسان اللي ما يتمناش الخير البلاد وما يخدمش على خير البلاد. خويا فما ما فماش يعني مش هيك قال انا ماذا بيا تونس تخسر حتى مع الفرنسيين. حتى تلعب مع الفرنسيين ماذا بيا وما نلعبوش. انا خارج القاموس نتاعي. بالنسبة إلى الكلام اللي تقال البارح زادة وحبينا ناخذ كلمة فيه هاو توا سيد رئيس الجمهورية يتكلم عنده مدة كبيرة من اللي شد الحكم على المدينة التبية القيروية هاو حتى البارح عاود رجع قريبا مذكرة تفاهم حول مشروع المدينة التبية بالقيروان جاوبك عليها هو زيد قال لك فمها ناس طلبت معناها باش تفهم ايوا فما ناس طلبت وفما الدوله واقفه تاو الدوله عاودت من جديد عاودت من جديد فما بروجي بريزيدونسيال فما تمويلات شوف مستشفى الطب القرمشي وتمويلات رصدت من السعوديه باش ما نبداوش كاني معناها نصوروه كاني الدوله باش هي ما كانش هالموضوع هذا مطروح اصلا. السعوديه اقترحت في فتره من الفترات اعطات ولا مش عارف اسكو الفلوس دخلت على ما يقال الفلوس دخلت وصرفت في غير مآربها معناها نحكي على دراسات هذيك الهيبه وكذا وبالتالي طالت دراسات فما تعطيلات للمشروع شنو اسبابه ما نعرفوش. الاسباب هذه راهو شوف الدوله هي صحيح كيان عنده سلطه وعنده معناها اجهزته واذرع نتاعو لكن زاد راهي اللوبيات كيف كيف راهي هي عندها كيان وعندها اجهزه وبالتالي اليوم شوف خلينا نكون معك واضح هي صراع بين الدوله معناها الدوله شنو نحكي والسلطه التنفيذيه بصفه عامه اللي في جزء من الدوله وبين لوبيات تمعشت طيلة 10 سنوات من ضعف الدوله كانت هي قويه مسيطره على كل شيء حتى المشهد السياسي كان مسيطر عليه. اليوم فما صراع بين سلطه تنفيذيه خارج هالسيستم هذايا رافضه لهالمنظومه نتاع اللوبيات هذه وراه ما نحبش نسميها سامي لكن معروف فهمني صراع بين السلطه التنفيذيه وبين اللوبيات هذه هو صراع شكون اللي يفرض واللي المنطق والمعقول انه الدوله تكون هي فوق الجميع. الدولة يعني نحكي على السلطة التنفيذية هي اللي تباشر الجميع بما فيهم رجال أعمال بما فيهم حرفيين بما فيهم مواطنين عاديين اليوم
قاعدين ننتفضوا ضد منظومه 10 سنوات من 2011 استغلت ضعف الدولة وانهيار الدولة في 2011، فأصبحت هاللوبيات هذه اقتصادية وتجارية وغيره، ولات هي الدولة هي تسيطر. بين بالكشف في الفترة هذه سفيان ما استفق معايا ولا لا، وانه وقت اللي الدولة تحب تقف بمؤسساتها تقف، هي وقفت. هل تعطيني نقدمه شوي كيف نقدمه توا؟ هل اليوم السلطة اللي موجود قادرة وحدة تنجم تبني؟ هل السلطة اليوم قادرة باللي عندها بالمتوفر اللي عندها تنجم تنقذ معناتها البلاد وتنجم تلقى خيارات واحدة، وإلا هي تعطينا لم أولادها من كل بلاصة وحطهم قدامك وهي تنلقاو الحل؟ كل لم أولادها معناها اللي سيف مخلوف والغنوشي ونجيبهم أولادها، مش نحكي ولا مش في خطر ونحكي ولا الاقتصادية الاقتصادية روان، أنا مش نحكي اقتصادية، لا هذا نمشي معاك. عندك رجال الأعمال وعندك مؤسسات الصغرى والمتوسطة وعندك الطاقات الشبابية، يلزم من كلها تحللها تسهيلات حتى وجزو طلوت تستثمر فيها كما التعليم. يا أخي الدولة مش رابحة في التعليم، لكن رابحة الانجنيور والتكنيسيان سوبيريور، والتونسي اللي يولي غدوة بنكيجي، والتونسي اللي غدوة يولي عنده مشروع متاع نقل جماعي ولا تاكسي ولا حاجة، منين يجي هذاك؟ يجي من التعليم، لأنه ثم إنبوت تحطه لكن الأوتبوت قوي. للأسف نكونوا انجنيور دخل رئيس 600 مليون يجي ياخذ الاتحاد الاوروبي ومن بعد يجي يحب يشرط علينا. اما انا معك اليوم رجال الاعمال ما يجوش يكونوا في رعب، وكذلك رجال الاعمال ما يجوش زاد يصطفوا في سبع السياسيين. ثم ناس وقت كان يمشي يعمل الولاء والطاعه وكان زم يجي يصلي الفجر في جالي مع الغنوشي باش يظهر لي هو معناها من الولي، فهمتني؟ ومن بعد ولا يتلدد. انا نرى وانه رئيس الجمهوريه في الطاقم نتاعو يحط معه ناس اللي يتفتحوا على رجال اعمال، وتسمى بورجوازيه وطنيه ومستثمرين وطنيين، ومش معناها بورجوازيه الا المستثمر ساعات تلقاه كادر يخدم في مؤسسه يعيش خير من المؤسسه، والمؤسسه يعيش مليون ونص في الشهر، والكادر يصور اكثر من انا جنيه ياخذ 3-4-5 ملايين 7 ملايين، وهو يعيش بذاك على خاطر فلوسه كل عاود يستثمرها فك المؤسسه وتنميه الموارد البشريه زياده على الجانب الاجتماعي. بيان سور السلطه وحدها ما بتنجمش تعمل. اما انت في سؤالك طرحت قضية أساسية وهي قضية الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي. شنو اللي أنت جبت عليها كل مرة وقت عمل الإصلاحات وقال أنا باش دقدقني إصلاحات ودقدقته لكن عملها لبلاده ويشهد له التاريخ بذلك. أنا شو قد أجيال كامل تحكي عليه، لكن زاد رجل أعمال تم أولي في إذاعة نهار كامل ضدي، تخدم فترة بندو ما تحبش تدفع الفلوس، تجي تقول لا رابور نتاع فلان حكيته فارغه، المرحوم معناها عمل الخدمه مع فتح عمرو وغيره، تقول لا نضرب بعض الحاجات، ومن بعد تقول لا انا ابتزوني. اي خويا اللي ابتزك عيط لنا تنحاسبوه. باهي اعطينا اسمه تنحاسبوه قضائيا، يعني الدوله الحاسبه. هو ابتزوا هو قبل الابتزاز، قبل الابتزاز 10 سنين يقبل فيه. عنده شوافي المرحله. يا اخي شوف انت تعرف اذا فما في نهار من نهارات تجي تحط قدامه عنده شوا معناها. هاو جاتك فرصه اليوم، اليوم جاتك فرصه اخويا انت باش تقضي على موضوع الابتزاز هذا نهائيا، تسوي وضعيتك مع الدوله. ما هو تحب نحكي وشوف شوف لازم نكونوا واضحين مع بعض، لازم صلح. رجال الاعمال راهي ما تحبش تخسر الفلوس، ماذا بها؟ هذيك العقليه التجاره، اني يعني انا ندفع اقل باش نصور معك. فرق بعيد بين التاجر وبين رجل انت الاعمال. انت جابك اليوم لجنه الصلح الجزائي لتسوي وضعيتك نهائيا مع الدوله وترجع تخدم على روحك. رجال الاعمال يا مادي مش الكلهم عندهم ملفات في التاجر. عندهم ملفات احنا. مش الكل. لا احنا عندنا توا كان تاخذ تيكا فيها منخرطين تقريبا 600-700 ألف، هما فعليا 400 ألف، اما الدوسيات بعد مئات. هذا اللي حبيت نقوله. لكن البعض المئات 90% نتاعهم من اكبر اللي فورتو تونيزيان. نحكي ازيد الفيس، انا بجيب لك ملف نتاع زيت الفيتوره، سترى الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره معناه واللوبيات اللي قاعده تضغط هذا باش تو في مؤخر ان شاء الله تحكي. لا متبعوا من شيء كبير معناه. انا شوف نقول لك حاجه اخوي، فما انا ما نحددنيش على رجل الاعمال يخدم على روح وراه، احنا هما في طار شيطنه هذوما الاطراف اللي كنا نحكيوا فيهم، هذوما اللي يحبوا يرجعوا للحكم مهما كانت في طار شيطنه معناها السلطه وغيره كذا. شنو يتحدث هو رجال الاعمال؟ تو حديث واضح يقول لك الذين معناها استغلوا معناها امتيازات معينه في فتره معينه غير قانونيه.
اللي هم يحبوا يعموها ولات. وكان كي نحكيوا على رجال الاعمال وكان رجال الاعمال الكل يودي رجال الاعمال النظيف اللي ما عنده حتى شيء تخدم على رواح الناس. سمع حاجه بالله بالله ننسى قيس سعيد لانه يعني قيس سعيد يمشي وشاب فتره كي الناس وقت يوقف رئيس الجمهوريه قدام حكم الطماطم انا بون بيل فامي انا 30 سنه نقضي في داري تو سامحني وقت الميسر قداش تباع هاك تعرف انت قربه قداش تباع كيلو طماطم 120 فرنك في احسن الحالات الفلاح كي يبيعها ب 300 يعتبر روحه هو عنده مال قانون. فسر لي بين 100 والكيلو يعطي 100 جرام والحكه قبل كانوا يوزنوا بها الساعه نقصوا فيها حكه تبات كانوا يوزنوا القلبه يوزنوا القلبه والسمله والفيل كانوا يوزنوا 800 الحكه تعطي 800 فسر لي فسر لي كيفاش من 300 فلينك يا سيدي 500 فلينك كيلو طماطم 5000 800 جرام طماطم معجونه مستحيل. واللي هو يعني كيما دبوس المال تشريها ب 16500 16500 تشريها في الوتيل ولا في كذا. اسمع انا ماني اليوم شاد الافوكادو ديالنا انا نقول لك لهنا فما كود برودكسيون فما الحكه اللي هي في حد ذاتها اغلى من الطماطم. الحكه اليوم اغلى من الطماطم. قد ايه الحكه بربع دقايق؟ لا مش هاوش نعملوا؟ بالتفاهم تعرف كيفاش؟ هاو نعملوا تجربه نجيبوا صناعي نقولوا له اعطينا لي زانترون تاعك الكل لي زانبوت تحطهم الكل يا اخي شو البينيفيس؟ ولا شارج اكسبلوتاسيون والفونت تحي منه الشيف دافير تعطي بينيفيس خويا اعطيني شارج اكسبلوتاسيون اجا نبداو يا سيدي بالحكه بالمصنع بالضو باليد العامله بالترونسبور اللي هو هنا كان الكيلو يسوى اكثر من 18100 2000 فرينك بابا بابا حتى ب 10000 شوف شوف اما 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 راهو هذايا مع الحقيقه بحثت عليه شويه الجانب هذايا توا مثلا رئيس الجمهوريه كيف مشى يمشي للبرودوي فيني عند شكون هي شكون المتدخلين فيه البرودوي فيني ساعات راهو فما في وسط الشين هو الاكثر رابح تو في البرودكسيون تاع الطماطم شو اكثر واحد رابح هو اللي يصنع في الحك واللي هما في حد ذاتها في تونس براتيكمون واحد كبير وزوز زوز صغيرين اخرين هكا زوز صغيرين ايوه ما تو ناخذ دبوس الماء في تونس علاش دبوس الماء علاش ناخذ دبوس الماء انا شريت سان بليغرينو وسان بينيديتو ريكتومون في ميلانو اي البلاستيك بتاعهم مش كي هكا حتى في فرنسا لو ارخص بياسر دبوسة الماء في اوروبا اللي عندهم الماء ما هم يتشربوا اخي اخي الماء اخي دبوسة الماء ذي اي البلاستيك احلى اغلى من الماء البلاستيك اغلى من الماء هي يعني خاطر زاد ما فيها بيت الشيطان هذا هو هذا نصل انا ايش حبيت نقول انت تحب الربح السهل انت تاريخيا ما عندكش برجوازيه منجه عندك قياد وعندك اصحاب لازمات وكانوا يخدموا عند البي وكانوا داياتهم بعد ولاو مماليك جابوهم من البيات الصغار وعملوا فيهم ما عملوا استفعلوا حتى فيهم ومن بعد ردوهم معناها رجال دولة عليك يقولوا تربى في حجار البي من بعد احنا تاريخيا عندنا برجوازية كيما جاكور في فرنسا عندنا كيما في هولندا التراكمات التاريخية لاكوميناسيون بريميتيف دي كابيتال يا كالي كالمات بوي دي زوم عندنا برجوازية خرجت من عند الدولة بعض الا ما قل وندر ودايور فيهم ياسر ما قالش ولادهم حتى اللي كولوا ثروات شوف اولادهم طلع سطل فهمتني والثروه كلها مشيت فهمتني ما قالوش ولادهم الا ما قال وانا دار شوف دونك انت مع الموروث هذا التاريخي ايه؟ يحب الربح السهل لو كان فاسيل مش هذا اللي مش هذا اللي لازمنا نصلحوا مش هذا اللي لازمنا نصلحوا اش معناها اش معناها هو تشكى الصناعي تو تحب نحكي معاك وش بيه الصناعي ما جاش شكى قال راهو هذا الانتاج مثلا تاع الحكه هذه غالي هو وحده طرح لا لا فما تشكل ما يقصوا عليه انا نعرف فما فما في الاندستري فما احنا البلاد هذه هلكتها حاجه ثقافه المونوبول ولينا في كل شيء تحدثوا انه فما قطاعات هذا هو الحرب ضد رجال الاعمال هذوما المسيطرين على المونوبول انت متعب نحكي توا بالفرشه يا البلاد شو هلكة يا ودي انت شاب اليوم تمشي تبحث مشروع نظمها بالقانون يا وتهم ساعة نبداو ساعة نحن هات ساعة رجعني قبل ما نضمعك بالقانون هات ونمشيو وباش نمشيو يا اخي وقت يتحدث باراليل من اللي يصفق في اخر انت تسمع لي وقت يتحدث على انه باش يرفع هل 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 الرخص وباش تولي كلها كرة شروط قطار ما زادش حتى 8 شهور كي عملوا جاء تتحدث غازي الشواشي قال مروان مبروك سميه بالاسم انت تحب نحكي وما مسمى مروان مبروك قال فهمني وكذا وتحدث على محكم تاع الدوله وحكام وفساد وغيره ما طارت الحكومه بكلها وشكون طيرها لنا هذا ونبيل القروي خلينا توا في انت جبت على الياس فخفاخ الياس فخفاخ اليوم البارح اللي شفنا تقريبا في مواقع التواصل الاجتماعي الكل اللي في شركه كبيره مش تونسيه زاد شركه فرنسيه تونسية لس اف بي تي هو رئيس مدير عام هذيك هي شوف هو في الاصل شنو هو يصفق فيه قبل ما يكون رئيس حكومه وزير
في ميدان الاقتصاد والاعمال وغيره. أيوه. هو خبير. مش اي حد ينجم يجي بعد بوسبيع. شوف مش بوسبيع ليه مش هكا ينجم اي حد. الياس فخفاخ انا والله نحترمه كشخص وغيره وعنده تكوين وينتمي الى مدرسه مهمه مدرسه التكتل وعملت مراجعات وغيره. لكن الياس فخفاخ واللي سماهم الشتره الفتيه الذهبيين هم سماهم. انا سميتهم معناها الاخرانوخرات والفتيه القذرين. يعني هو يمكن تو في بلاصته الحقيقيه لانه هو يتعامل كان مع ستارت اب. ثم ياسر ليش يتعاملوا مع السياسه والشان الوطني كستارت اب؟ لا سامحني حشاد وبورقيبه وحمد لله الحامي مستعملوش حتى لهادي نويله اللي هو رجل قانون ونقابي التونسي. لكن اعطى موديل دو ديفلوبمون كمان فيه وعليه خاصه اشياء لكن هايل. دونك اليوم اللي ستارت اب خويا مش يعمل ستارت اب تجيش تعمل سياسه ما تعلمش اللي تبع الاحلام في نص اللي تم. راهي البلاد كان يحكم فيها حموده باشا اللي كان نابليون بونابارت تقرا له الف حساب وحكم فيها بولقيبه اللي رغم اللي هو قصير وصغير وفي بلد صغير وقف ضد عبد الناصر وضد دوغول ولعب دور مهم في مسرح الامم وحتى على الامم المتحده ولما استقبلوا كينيدي بليكونفيتي نيويورك قال هذا من اكبر قاده العالم. فهمتني؟ دونك اليوم يزينا من هذايا انا مع احترامي ليه الحق في ياس الفخفاخ بتت لقى الظله بتاعه في الاس اف بي تي خير من في الحكومه وفي الرئاسة. واحد شهريه راهو نتاع رئيس حكومه ما تجيش حتى شيء. انت ليه؟ اما يجي تحط في ايه. شوف ليه نعطيه لكل ذي حق حقه. انا عندي عليه معناها انا بالنسبه لياس فخفاخ فما دو لياس فخفاخ، فما لياس فخفاخ ما قبل رئاسته للحكومه وقت اللي تولي وزاره الماليه في عهد الترويكا وغيره وكذا، ولياس فخفاخ رئيس الحكومه. في الفترة الأولى معناها هذه كانت حد في سفيان صحيح وعقلية أخرى معناها وكانت ايه بعد ربطوا عام فما سياق لكن كارياس الحكومة نحبوا الواحد نعطيه حقه زادة تجاوزنا معاه أزمة الكورونا اللي جاتنا معناها فجأة على حين غرة خذت حق في ظرف الحكومة هذيك ما خذتش لأن هي حكومة ضحية مؤامرات هني وابتزاز ضحية مؤامرات وابتزاز كما قالوا من الأول عندنا ضده قضية ما نطلعوه ما صحيح ما هو صحيح ما هو صحيح وقت اللي الحكومة هذه حبت تدخل في منطق آخر تفرض انه تفرض معناها نسق معين ودخلت ضد شويه بدات تكسر في اللي مونوبول شويه وقت اللي ما خضعتش لابتزاز حركه النهضه وش اسمه نتاع قلب تونس وتلاف الكرامه ولينا ضحيه مؤامره. علاش قلت لك انا فما ناس تقول لك خويا يا نحكموكم يا نقتلوكم وبالتالي هم راهو توا الناس هذوما تاحوا في شر اعمالهم والحمد لله. ثقافه المؤامرات وثقافه البونديديزم ديتا ولا ولاو بانديه معناها الناس هذه تذكر وقت اللي يكلموا يا فلان يا ما لحلت لا ربطت معناها باسلوب مبتذل واحد في لايف ولا في كاميراك يتوجه رئيس حكومه بخطاب كله لحلت لا ربطت ولا سعيد الجزيري نتاع النعجاتي نعم طلع على الوقت هذا اللي يخلي انه سعيد الجزيري مازال عنده اذاعه اليوم يا ربي معاه نعجاتي يوصل انه هو يدخل في مجلس النواب ويقيم فهمني في حكومات فهمني واللي هو جاي والراجل ما قيل عنه باش ما نتورطوش في واحد ما قيل عنه انه عنده قضايا نتاع تحايل في دول اخرى يجي اليوم يصبح لك عثمان سنواب الحمد لله ارتحنا مكه العشريه الكارثيه ربي معاه ولا كل في الوقت السعيد ليش ليش اي ما يسالش احنا هو ما حكيناش في تونس ما عنده حد شيء اما هو كاريزماتيك ما معناها كي نحكيه كشخصيه او كتكوين علمي اكاديمي معرفي من مهازل الدهر من مهازل الدهر تجي النواب بالشكل هذه تخطط في سياسه دوله كامله فهمني لعشرات و50 سنه لقدام هذاك اللي هزنا الهاوي علاش ولا كل من هب ودب يطمح الى مسؤوليه وقت تشوف موسى مرزوقي رئيس قال لك والاخر قال له شد كلابك كلابي وقت يعني توصل تشوف موسى مرزوقي رئيس وتشوف ابراهيم القصاص يسطر في دستورك وسونيا بنت اميه تعمل دستور نتاع بلاد واللي تو يعاركوا عليه الدستور المهزله معناه الدستور اللي ما دستور الازمات ما عمره هو دستور يتجعل في الدول اللي حل الازمات السياسيه الكبرى ما راهو فما ناس باركت وبست بعضها غاديك اللي اليوم موجودين رأي. وين موجودين؟ موجودين اليوم في قراب من دوار رئيس الجمهوريه مو صحيح مو صحيح ربي هذوما كلامك الليلي مو صحيح المهم هم قراب من مراكز القرار في الدوله على قليله ارتحنا من المشاهد يكون نشوف فيها كل من هب ودب استباح الدوله ولين نشوفوا وزراء وكتاب دوله ما عندهم حتى تاريخ رؤساء حكومات ما عندهم حتى تاريخ وسي سفيان انقد العديد منهم عندك اليوم ولاد زاد راهو يا صديقي يا موجود ايش نفسر لحد ما ينكر تخيلني انا من عليها اللي ندافع على لا لا انقل سي مهدي الكفاءات فوقدت منذ 2011 البلاد هذه كانت سير الكفاءات وكان ما يدخل وزير
او ما يدخل والي الا ما يكون عنده على القليل الحد الادنى معناه من المسؤوليه ربنا عليه. سي سفيان اقعد معايا مهدي، انا نحب ناخذ من عندك تعليق. سامحني سيدي علي باش ناخذ دقيقتين في هدايا دقيقتين. شوف البارح او قلت البارح مشى رئيس الجمهوريه مشى مشى عن الاقدام، الغائب الابرز هو ذلك الوالي مفتول العضلات سيد شلبي. ما سر غياب سيد شلبي في هذا؟ والله ما قيل انه هو التحقم بعد بالزياره، لانه كان على ما قيل والله اعلم معناها قالوا انه هو كان في ملعب رادس مؤشر في تار تامين. ما شوف شو بيقول لك حاجه يا اخي، تحب نحكي لك صحيح، هي فما عديد الاسماء والشخصيات ما عندهمش الكفاءه معينه تعينين تو، لكن هذا نتاج شنو هو؟ مش كل معك واضح ما تمدى هي بيده، ما عنديش موافقة حتى ادنى فكره على على المنطقه معناها للمرجع النظر بتاعي. خير انا مانيش من النوع الواحد، انا راني لو كان قيس سعيد اختار اخي، هو اختار رئيس الديوان بتاعه بعد انقلب التعليم وقيس سعيد عنده منظومه هي تعمل لوتو سيليكسيون، هي في العاده يغلط يغلط وننقدوه احنا ونقولوا له انت يعطيك الصحه هي اخطات، وانا عندي اعتراضات على عديد الاسماء الموجوده ما تمثلش حتى شيء، لكن خلينا نقولوا حاضر الثقافه هذه انت صنعتها من 2011، انت صنعتها اختي تجيب نسيبك ما عنده حتى سيف تحط وزير خارجي، وتجيب سيم بن حميدان اللي ورط تونس في 3000 مليار مع البي اف تي لانه عنده علاقه مساهمه اكس هذيك فهمني فيها تدليس هذيك. وقت تجيب بنت اختك تحطها كاتب دوله للتشغيل، وقت اللي يجيب فهمني منصف مرزوقي فجاه يصبح رئيس معناها ب 50 صوت ولا ب 60 صوت وانا كنت هتسيب وزير خارجي وقتها وليت مستباحه الدوله. وقتها انا كنت حد تسميها بنت وميت وستر دستور تونس معناها هي تحط معناها الدستور اللي باش يساير البلاد في بالهم وقتها 50 سنه، وقت اللي تلقى القصاص، وقت اللي تلقى سعيد الجزيري، وقت اللي تلقى غيره وفيصل تبيني وغيره. فيا صديقي فيا صديقي ما عادش نجم تلوم على انه هي سي اون شين كما قالوا الناس بكري بعد السيف علق من صاحي. خلينا تو نحكيو في الايامات الجايه في وعنا ما نقولوا الحقيقه خاصه في مجال التعيينات. انا قلت لك راني مانيش والي او رئيس الجمهوريه ما كنا نعرفوهم من قبل رئيس الجمهوريه مش عمل واحسن وما نحبوش نعرفوهم خليه يخدموا على رواحهم لهين نعرفوا فيهم وتفرجوا فيهم في السينما. تو رئيس الجمهوريه قال كان هذا ثم ديكريتي وخرج داير اللي على الناس اللي معينه بتدليس ومسكوا استعمال مدلس، لكن رئيس الجمهوريه حكيت ثلاث ايام قال توا ثم واحد ثم مدلس بكالوريوس وتوا تعيين لان ماذا به قانون لو جاء حتى بعد 2021 لانه المنظومه والاخطبوط لابيوفلا ما زالت موجوده وما زالوا يعملوا في حرب. وجماعه ثم حمد الشواب قال اليوم ثم في جهه المغاربي الشارع المغاربي قال 150,000 اللي شفناهم البحث هذا وبدات به وزاره الداخليه وشفنا ثم ناس بشكل ملحوم بيديهم يقعدوا في ديارهم، لكن يا اخي سامحني ثم اخطبوط مازال يضرب يقولوا لهم على روحه وذلك لو ثم مشانق ولو ثم كذا باش يعملوا وعليك هما توا علاش ما تعطيهوش في القانون انه مجال يدافع على روحه؟ انا موظف جاء القانون اللي هو اليوم اللي تخلق يجي يعزلك باش تدافع على روحك. كيف تدافع؟ انا توا قفلي امن قول لي بطاقه تعريف نقول اعطيني مجال باش يدافع على روحي يجيب محامي نعطيه بطاقه تعريف سليمه مش مدلسه احسن يعني دفاع على ذاتك هو انك تكون شنو يدافع معناها باللولي في مجال التعيينات تحكي في التعيينات مش تعيينات هم يحكيوا على الانتدابات الانتدابات في العموميه. سي امين انت وقت اللي شاب في عمرك ما يخوش حظه في الانتداب في الوظيفه العموميه على خاطر هم يجيبوا واحد ضرب شهاده وفما فيديوهات دارت كيفاش معناها شهاده تضرب بثلاثه وباربعه وخمسه بلاد هذا موجود موجود قبل 2001 وهذا على حساب حقك انت لانه هو ابوه عضو في حزب معين والا موالي الحزب معين ولا ولد خالته شدوها كل عام ولا كل عام وتوقف عامين هو ممكن توقف على سرقه نتاع دجاجه قيدوها له فهمني اتجاه اسلامي ولا خلينا نكونوا واضحين مع بعض. وبالتالي خويا الغالي راهو هذه ما فيهاش مجال الدفاع، انت دلست وجبت شنو باش تدافع يعني الدافع راهو لو ماسك واستعمل مدلس يمشي 25 حبس وقت مش وقت يتهموك ظلم وقت تبدا ثابت القرين انك انت الشهاده هذه مزوره ومدلسه اش مازال ما دافعش كل باش تبرر لنا علاش انت دلست؟ لا 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 انا سمعت بحث الشوقي طبيب صديقي من الصغرى وفي بيلوه مشيت في عمل قال لي هاو الدوسي هذا قلت شنو؟ قال لي 300 شهاده مدلسه في تونسات. ايه وشكون اعطاهم له؟ اعطاهم له الله يرحمه معناها وكانوا باش يقيدوا نادل اللي هو سيدي ياسم نكبي رحمه الله عليه رجل الله يرحمه نعم كان سيد الرجال. من بعد مده قال لي شوقي طبيب هو صديقي قلت ما عادش اللي احنا صغار قال لي لبنكبي قال له خويا ما تقدمش الدوسي هذا قال له علاش؟ قال له النقابات ضغط عليه حتى النقابات لو دخلت في هذا احنا صحفيين وهو يتنازل عليه الملف كشوقي لا بنحكي لك هو قال لي هذا
حتى شوقي طبيب زاد اذا نسمع كلام كيف ما هذاني قلقني. انا نحكي لك عندي صار وقتها ما نعرفش شنو صار. قال لي ما نعرفش عندها موضوع تو نحلو. ما قال لي هذا ما نعرفش تحل القضاء ولا لا. ما قال لي هذا. واحنا مجال الاعلام ما عملناش رسكله قطعيه وما عملناش كذلك تبييض ناس وعندهم حتى بالايكا نفسها. ما دخلناش للنقابه نتاعنا ناس وعندهم حتى سيره بمجال الاعلام. وقت اللي الناس الكل طلبوا باش نعاودوا ويجيبوا الشهيد بتاعهم وغيره باش تاخذوا بطاقه الانتماء الى النقابه. هذه صارت عام 2013 فهمتني؟ اليوم ما عملنا هذا كل يعني الكلنا القطاعات كلنا كل في هذا. وبالتالي نعاود نقول لك كما قلت لك البارح اللي يبدلوا وزير الحاكم ماهوش عكروت بكل صراحة اللي يعمل يخلص يعمل يخلص تلقى انت تلقى صرح وتلقى صرح هذه حاجة على الأقل الإقرار بالخطأ خط الخطأ هذه قصدية مش خطأ يعطيك الصحة خطأ جسيم يعني فوت جراف وعلى حسين معك بعيدا نمشي معك بعيد انت مدلس هل بالقانون هذايا ما كنت دلست اون برانسيب قداش من عام خدمت ترجع فلوس للدوله إيه؟ سامحني الشاب هذه الواش هذه ما تخدمش ويخدم واحد عنده شهاده مضروبه وغدوه كان يعملوا هكا تو جاي تقول لي سفيان كيفاش السيد تو يقولوا له ما عنده صغيرات وعنده قروض ما بني على باطل فهو متفقين ما احنا لنا ديما نحاولوا هذاك خذا بلاصه غيري خذا بلاصه انا شفت حنين عاد نرجعوا لرجال الاعمال زاد هاو بدا يخدم سي ويستثمر احنا ساعات تفرجوا فيلم كوبويات يبدا واحد هارب وراه فليقة معناها اللي شريف حبوا يشدوك نوجدوا نظامنا معاه هو قاتل قداش هذاك احنا شعب سخوف هكاك حتى العقليه هذيك تعطيني خويا قروضات هي خذات قروضات معناها اللي يسرق وبنى جامع بالحاكم احنا يا سي سوفي اللي يسرق ويبني جامع ما يوليش حاجه راه قديمه سرق معناها ما يبدل شيء فيها ايوه يضربنا سي شكرا جزيلا شكرا مهدي مناع شكرا سوفي ابو فرحات شكرا لسيد علي يعطيكم الصحه نتلاقاو غدوه باي باي.